في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عشية اليوم بأبوجا بعاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري يوسف ميتاما توجار. وقد تمحورت المحادثات بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وأفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها. في هذا الإطار تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية ونظيره النيجيري السيد أحمد تينيويو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وفي الختام اتفق الوزيران على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة.